أولا بعض البلديات هي رفع النفايات عندها علاقة مباشرة بقدرة رفع يعني بالإمكانيات المسخرة لهذا. في كثير من البلديات تعاني من نقص هذه الإمكانيات. احنا عندنا نظن في العاصمة عندها مؤسستين لتقوم برفع النفايات، لكن بالموازاة المواطن ماذا يفعل من أجل التحسين من الأداء هذا بالمشاركة تاعو بالانخراط تاعو من التنقيص؟ أولا فيه مشكل تبذير كبير، هذا المشكل إذا فيه في 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 أسبوع سبعة أطنان من الخبز أو أكثر اللي ترمى هكذا، وخبز كامل يعني وليس أجزاء من الخبز إذا غير مستهلك، هذا يدل على أن البداية الحسنة تكون أولا من مواطن واعي.